السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواننا الاعزاء. اليوم بنعمل صيانة لجهاز تكييف، هنعمل عملية تنظيف وغسيل للوحدة الداخلية. فطبعا بتستخدم معاك اكسسوار عشان عملية التنظيف ومفيش مية تنزل على الحيطة، ماشي. بس الجهاز زي ما احنا شايفين فيه اوساخ كتيرة موجودة، متركب الستارة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبقدر الامكان الستارة تكون تحت القطعة الداخلية بحيث ان انت يعني ما تنزلش مية كتير على الحيطة وتبهدل الدنيا للزبون، يعني قليل او ضعيف جدا ما تنزل حاجة، ماشي. هنكمل مع بعض عملية التنظيف واحدة بواحدة، وتحافظ بقدر الامكان ان انت ما تجيبش مية على الكارتة ولا الاجزاء الكهربية للجهاز. خليك معايا دقيقة واحدة. دلوقتي بنقوم بعملية الغسيل زي ما احنا شايفين، شايفين كمية الاوساخ النازلة. طبعا الميه تكون في اتجاه الزعانف بتاعه المبخر عشان ما تنتنيش، خصوصا لو المكنه ضغطها عالي. طبعا الميه زي ما احنا شايفين نازله كلها فينا اهي، ماشي. وحوض الميه ده طبعا ضروري اثناء عمليه التنظيف لو انت هتنظف الوحده راكبه مكانها، هتصف الجهاز وده بيفضل، لكن طبعا العميل بيتكلف عليه عمليه الفك والتركيب والتنظيف فبيتكلف عليه اكتر، فبيفضل انها تتعمل في البيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خليك معايا نتابع بقى الخطوات واحده بواحده. طبعا بعد ما تتم عملية التنظيف بتبدأ تفك الحوض بتاعك، بحيث بتنشف الميه كده بالهواء وتضمن ان لو في حاجه راحت على الجزء الكهربي انها تنضف، ماشي، وتنشف. وطبعا بتفك الحوض بتاعك في النهايه وبتشوف القطعه الخارجيه لو فيها اوساخ برضه او كده بتنضفها، يا اما بالبلور يا اما بالميه. بعد ما بتخلص تنظيف بتحاول تنضف اي اوساخ جت على الحيطه مكانك او على السقف، بحيث بقدر الامكان تسيب المكان للعميل بشكل جيد وبحاله جيده. متخليش اي اوساخ موجوده على الحيطه او اثار لاي ميه او اي حاجه من دي. دلوقتي هنبدا تنظيف الخارجيه بعد ما نضفناها بالبلور عشان ما نطولش عليها، ماشي. طبعا وانت بتنظف بتحاول بقدر الامكان ان الميه ما تجيش على الاجزاء الكهربيه في الجهاز، زي ما قلنا ان اتجاه الميه يكون في اتجاه الزعانف بتاعه سواء المبخر او المبخر.
طبعا عمليه التبريد هتكون ضعيفه جدا.